نروح لزميلتنا روزان نصر من مقر اهلي التجمع ونشوف فرحه الاعضاء بعد المباراه. من جديد كابتن ايمن برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، مكملين طبعا مع حضراتكم فرحه الاعضاء من فرع القاهره الجديده. وبقول لك بقى الف مبروك، يعني مباراه كانت قويه جدا ومهمه. قول لي رايك في المباراه. المباراه الاداء كان فيها كويس جدا من النادي الاهلي، وقد ايه حسينا ان احنا احتفلنا بالدرع الدوري والتتويج وفزنا على الزمالك، وهو احتفال حقيقي بالدوري بعد مجهود طويل جدا لموسم شاق جدا للنادي الاهلي، والتتويج تقريبا بخماسيه او سداسيه كده، خدنا 5 بطولات او 6 بطولات اللي احنا شاركنا فيهم السنه دي. والف مبروك لاعضاء النادي الاهلي بالتجمع وكل الفروع الاخرى. ألف مبروك طبعا، يعني موسم اللا هزيمة بالنسبة للنادي الأهلي، شفتي النهاردة المباراة ازاي؟ أنا شفت المباراة من وجهة نظري إن الأهلي في الشوط الأولاني كان بيلعب جميل جدا، في الشوط الثاني هنلاحظ إن الزمالك هو اللي بقى يعني مسيطر شوية. وبعدين أنا عايزة أقول لك على حاجة، الحكم كان 100 100 في تحكيمه، كان كويس جدا جدا جدا، وعجبني إن هو مصري وما نحس لأي فرقة. التحكيم يعني انا بشكر الحكم ان هو ادار المباراه اداره كويسه جدا وممتازه. وبعدين الاهلي في الشوط الثاني حسيت ان هو مقصر شويه، يعني جاب 3 اهداف في الاول وبعد كده ريح شويه. بس طبعا الاجواء رائعه، طبعا اتبسطنا جدا، الفرع الجديد تحفه. آه لا مبسوطين قوي بصراحه، وطالعين نهيص بره برضه. انقذنا في يعني في الوقت الصح، الشناوي بصراحه 100 100 وانقذنا. حسين الشحات ده على راي شلوكة يعني هو المليونير مش شحات. كابتن ايمن يعني اكيد شايف فرحه الجماهير هنا من فرع القاهره الجديده موجوده في كل مكان. الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي، كلنا فخورين اكيد يعني بتشجيعنا للنادي الاهلي. بشكرك كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه.